لتغريدة أخرى من حساب موسم الرياض، منطقة التكية في قرية زمان تجمع مطاعم ومقاهي بطابع تراثي نعيش فيها جمعات أهل أول، لا تفوت زيارتها، الدخول مجاني طبعا. من أجمل المناطق في موسم الرياض، خاصة أنها تحمل الطابع التراثي، مو بس كذا أيضا راح تناسب كثير من الناس، يعني صغار الكبار، والأجواء فيها مميزة جدا. لا تفوتكم منطقة التكية في قرية زمان في موسم الرياض.